انا شايف هالكاميرا. لا ما على الأحياء السكنية في هذه المناطق. طبعا تدمير أنشأت القوات التركيب الفترة الأخيرة أكثر من 17 نقطة عسكرية وقاعدة عسكرية لها في مناطق جبل الزاوية. طبعا هاي المناطق أو هاي القواعد العسكرية أغلبها كان موجود في مناطق سيطرة قوات النظام، إن كان بمحيط مدينة سراقب أو بمنطقة مورك وخان شيخون. طبعا تركيا هدفها من هاي التعزيزات حسب الكلام والخبراء أنه منع قوات النظام والميليشيات الإيرانية من التقدم باتجاه قرى جبل الزاوية، لكن إيران والميليشيات الإيرانية متواجدة في مدينة كفرنبيل ومتواجدة في منطقة معارة النعمان عم تسعى جاهد لخرق الاتفاقات الدولية وخرق التهدئة طبعا عن طريق استهداف القرى والبلدات في المنطقة بالقذائف الصاروخية والهوائية، واللي سقط نتيجة هذه الاستهداف آخر استهداف لها 5 مدنيين بينهم امرأة كانت شهيدة. يوميا الخروقات مستمرة عنا في المنطقة، خصوصا في بلدة البارة اللي تعرضت بالآونة الأخيرة لقصف من قبل القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها المتمركزة في مدينة كفرنبل وما حولها. أيضا من خلال متابعتنا مع العسكريين اللي خبرونا أن الإيرانيين استخدموا قوات وحشودات على أطراف جبل الزاوية وسراقب ومعرة النعمان. هاي القوات في بعض منها استقر في أماكن تمركز قوات التركية سابقا اللي كانت في مناطق سيطرة النظام. الهدف الإيراني هو التوسع السيطرة على مساحات جديدة وتغلغلها بشكل أكبر تحقيق مكاسب أكبر في الوقت الراهن. الإيرانيين لم يلتزموا بأي تعهد أو أي هدنة أو أي وقف لإطلاق النار. الخروقات مستمرة، الاستطلاع لا يفارق الأجواء، التعامل عم يكون مع الأهداف عن طريق الاستطلاع بشكل مباشر. هذا الشيء عم يسبب دمار للممتلكات، تهجير للناس اللي رجعوا بعد التهجير، أيضا سقوط ضحايا مدنيين من نساء وأطفال. المتابعة اللي لاحظناها على المجموعات الإيرانية اللي اجت لهون عندها مجموعات متخصصة في الرصد، عندها طائرات استطلاع بتطير يعني كل حين وآخر طائرة استطلاع موجودة بالأجواء على طول هي الاستطلاع الإيراني، وعندها رصد عن طريق الأرض يعني بمشاهدات، وهن متواجدين حاليا بمحور كفرنبل يعني بكثرة. من خلال الرصد والمتابعة رصدنا حركة للإيرانيين الميليشيات الإيرانية اللي استخدموها من المنطقة الشرقية منطقة دير الزور وتغلغلت حاليا من محور سراقب حتى محور كفرنبل. القصد من قدومها هي تتغلغل في المنطقة وخرق الاتفاقات التركية الروسية. فالأتراك هني متواجدين حاليا بمنطقة جبل الزاوية، خصوصا استخدموا التعزيزات اللي كانت موجودة هنا بالنقاط اللي كانت تحت سيطرة النظام، فهي موجودة هون في المنطقة وصار في عدد من النقاط الموجودة في جبل الزاوية بعدد كبير.